وبهذا الشارع اقدم محل يبيع جبن عرب بالصدريه بيت برتو. تدرون شو عمره؟ 120 سنه. تعالوا وياي. منطقه الصدريه اذا تجي عليها مليانه اماكن قديمه كلش حلوه، بغداديه قديمه. اهلنا وناسنا القدامى، كتبوا لي بالتعليقات انتم من يا منطقه. انواع الفواكه ما شاء الله موجوده، سمك، ومن ننسى الجيمر عرب واللبن. تعالوا ندور على المحل اصدقائي بين الازقه والافرع اللي موجوده بالصدريه. وصفوا لي هذا الشارع. لا مو من هنا، الشارع الثاني. بعدنا مستمرين اصدقائي بالبحث عن محل بيت برتو اللي يبيع جبن العرب تقريبا عمره 120 سنه. وصفوا لي قالوا بشارع سراج الدين. تعالوا وياي. اعتقد هذا الشارع هو الشارع المؤدي الى جامع سراج الدين. تعالوا نطلب اصدقائي ونشوف بيت برتو. هذا وصفوا لنا هو هذا الشارع. ان شاء الله هالمره وصلنا. شلونك؟ شلون صحتك؟ انت اقدم محل بالصدريه؟ اي احنا اقدم محل بالصدريه بيعنا. بيع جبن عرب. جبن عرب. بيت برتو لو برتو؟ برتو. اغا يعني ملك. اها ايه. زين ايش قد صار لهذا المحل؟ فوق ال 120 سنه. 120 سنه ايه. ما شاء الله. وبس جبن عرب تقدمون؟ جبن عرب، جيمر، زبد، دهن. ما شاء الله ما شاء الله. شلون تبيعه هذا الجبن؟ هذا بثمانيه. زين قربوا لي صعود. هذا مال غنم نبيعه بسته. ما طورت بيه؟ ما جددت بيه؟ والله بعد بده يبنون هنا. هذه ايه؟ ورامل ان شاء الله تجدده. اي والله ان شاء الله. وبس تبقى على جبن عرب. ايوه ما عنده غيره. المرحوم البرتو المؤسسين. هذا برتو اول واحد. اول واحد المؤسس. زين هذا ابويه الله يرحمه. هذا ابويه مستشفى. مثل ما قلت لكم هذا اقدم محل بالصدريه. مثل ما قلت لكم هذا اقدم محل يبيع جبن عرب بالصدريه بيت برتو 120 سنه. ان شاء الله دائما تكون والله يرزقكم ان شاء الله. هذا الشارع شو اسمه؟ هذا شارع الصدريه. هذا جامع سراج الدين. هذا جامع سراج الدين اصدقائي. ان شاء الله من عمره نجيك باذن الله. ممنونك. مخضره بالصدريه غير شكل ما شاء الله. شنو المختلف؟ باميه، لوبيا. الله يرزقك حبيبي.